هناك إنفاق من نوع آخر هو أفضل من إنفاق المال. من لديه هذا الشيء فيتعين عليه في هذا الزمن أن ينفقه، ومن لم يجد هذا الشيء فيتعين عليه أن يتحصله لينفقه، ألا وهو العلم. العلم بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما صح عنه على فهم سلف هذه الأمة، الناس بحاجة إليه في مثل هذا الزمن مع هذا الانفتاح، مع وسائل التواصل ومع تنوع القنوات ومع كثرة من ينتحل العلم الشرعي ومع كثرة ما يبثه أهل البدع من بدعهم في وسائل التواصل أو من محاورات في برامج تشكك أهل السنة في دينهم. ومن هنا يظهر في مثل هذا الزمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتأكد، قال كما عند ابن ماجه وغيره وله طرق: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قيل للإمام أحمد: ما هو النوع الذي يكون العلم به فريضة ويكون واجبا على كل مسلم؟ قال: ما لا يسع الإنسان أن يجهله في مثل هذا الزمن، كثر الجهل وكثر المتعالمون وكثر المنتحلون للعلم وكثر أهل البدع، وبالتالي فإنه يتعين عليك يا مسلم أن تحفظ دينك، وذلك بأن تتعلم العلم الشرعي. ومن لديه علم شرعي فواجب عليه أن ينفقه. لكن ما هو هذا العلم الشرعي؟ العلم الشرعي يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة، قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، قال: من فارق الدليل ضل السبيل. من فارق الدليل، الدليل الشرعي، ما هي يوميات ولا حكايات ولا قصص ولا ذهبت ولا رجعت ولا فعلت ولا صنعت ولا إتيان بنص شرعي على غير الفهم الصحيح أو الإتيان بأحاديث ضعيفة، كلا. قال: من فارق الدليل فقد ضل السبيل. قال: ولا دليل إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت على ما فهمه سلف هذه الأمة.